كان هذا رأي مجموعة من المواطنين. نبدأ معك مايا. تقبل ما أنت تبارتاجي حياتك الخاصة في السوشيال ميديا ولا؟ اي بيان سور انا نقبل نبارتاجي حياتي على السوشيال ميديا سورتو تيك توك، واللي عجبو عجبو، اللي ما عجبوش يشرب ماء البحر هكا قدامه وما يكبسليش، مش لازم يكبسلي. دونك انا نحب نبارتاجي حياتي، معناتها نوريهم العباد وين نمشي وين ندور، نصور لهم باغ اكزومبل كنزنتون بالاس اللي هو قصر ديانا، نصور لهم في كان، نصور لهم في باري، نصور الحاجات اللي انا فرحانه بيهم. سي فغي فما ناس هكا شويه مرضى نفسانيين، انا هذوكم يعني ما نحسبهم الجمله ونطفيهم ونبارتاجي كل شيء. ما يقلقنيش اني نهبط تصوري في البيتش بارتي ولا في ساريه، نورمال ما عنديش مشكل. نورمال واللي ما عجبوش ما يكبسليش. ما يكبسش في المنصف يكبس لي ما كذي ظاهرة ما تعرفيش انت. سينو الناس اللي تبارتاجي حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بور، انت معاه كيفها ولا ضد؟ لا ما يظهر لي ثم ضعف في الذات، واحد يحب يوزع كل شيء. مش شكشوكة للطهور بالعكس انا فرحانه بروحي، للدموع للكذا، يحب يوزع يفضفض، فهمت؟ وي وهذه معناها عقليه الحقيقه معناها فضائحيه، معناها عند مجتمعات، معناها لو نرجعوا احنا لتاريخ الفيسبوك، تاريخ الفيسبوك هو يعني ناس تتعلم من بعضها او طلاب اصلا، فهم شو لا حبوا يجمعوا معناها المعلومات او الدروس اللي فاتتهم وكذا والى اخره عبر الفيسبوك. احنا شو عملنا له الفيسبوك؟ انت فيسبوك تتحمل كل شيء، هات ونوريك، وهات هات اللي معناها ايش عندنا فيه، واحد عنده فرح ولا عنده يعني مأتم ولا حاجه يمكن يوزعوا، يمكن اذا عنده شي حاجه فكره عبقريه يجم يعطيها، صوره عجبته روح ونهار باهي اوكي. ولكن اللي نشوفه فيه معناها خلى صوابع زوكربيرغ متاكله، لا صوابعه العرب وكذا ولا غيره، خويا ربي يعاونكم. هو حالك هو ما خممش فيه، اللي خممنا فيه احنا ما خممش فيه الراجل بالكل، ما جاش على بالي. كان جا يعرف، لو كان جا يعرف ما توصل الحاله هذه، كبس ما يعملش العمله. اي لانه هو قال لك اللي هو نادم. انا متفكر وانا شفته نادم، شفته يبكي صوابعه ما فماش كها ومين ما عادش كبس طحن بالندم. لا بجد على كل حال هذاك هو مستوى الشعوب يعني. يعني كي تشوف بين الشعوب العربيه وكذا ولا حتى الشعوب العربيه فيما بينها ثم شعب متخلف وثم شعب احسن شويه ثم كذا، وفي اوروبا شيء اخر معناها. اي احنا نكبس اعطيني. والله انا رايي معناتها في السوشيال ميديا ديجيتال معناها بون، انا بور من جانب وكونتر من جانب. باغ اكزومبل انا اليوم وقت تكون عندي كولابوراسيون افيك انوتي كيما الجمعه الجاي معناتها سي امبورتون باش نبارتاجي ماكلتو بوفي نتاعو الريسبسيون لي سويت بريزيدونسيال نتاعو لهنا. انا قاعد نعمل في كولابوراسيون، هو عملنا بيناتنا انجاجمون، هو معناتها خلصني وانا وفرت له ال 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 نوعا ما الكونتوني نتاعي باش هو خمم فيا وجابني. مي انا كونتر اليوم باغ اكزومبل خاطر نوظف حياتي الشخصيه على تسكي انستغرام فيسبوك، جربتها وقلقتني وما وبالعكس حياتي الشخصيه انا معناتها بيني وبين معناتها عائلتي شريكه حياتي جو سوي ان بو كونتر ما نحبش. مي انا الظاهره اليوم اللي ريتها بالله نيدي لي انستغراموز اللي قاعدين يعريو في رواحهم سوغ انستغرام، راهو هذاك ماهوش صنع محتوى، راهو هذاك فضيحه، راهو هذاك عار. انا اليوم عاملين لايكال تلافس، اعملوا لايكال معناتها سوغ هكا معناتها لي كونت انستغرام، على خاطر اليوم سي فاسيل باش تولي انستغراموز راهو، سي فاسيل كيلكو فولورز. سامحني محمد فيك
فيس اب كلكم فيك وتطلع تقول لك عندي حياه شخصيه وخطيبه. كيف تبدا وحده؟ كيف تبدا وحده؟ نو نعرف هو احنا اصحاب. كيف تبدا؟ انا ما نعرفش انستغرام. فوالا كيف تبدا وحده بدنها حلو بوركوا با؟ عليه ما تهبطش، فما دي مانكان، فما اللي يخدموا. انا ما قلتش بدنها حلو، في بالي عندي معناتها اصحابي سون دي مانكان وبنات وولاد في ايطاليا انا نقبل، مي مع شويه كونتوني. انت شنو اليوم محتواك يا انستغراموز اللي خرجت لي عريانه سوخ انستغرام؟ معناتها شنو محتواك انت؟ شنو الاضافه قاعده تقدم فيها للشعب التونسي؟ معناتها خرجت لي بديكولتي في سهريه يا شيد داك كيس سي كوا معناها؟ انا با اكزومبل محتوي عندي دي كولابوراسيون افيك دي سبونسور دي براند تاع دي لونيت دي اجونس دو فواياج دي اوتيل دي ميزون دوت. انت لهنا يا انستغراموز اللي قاعده تعرك قاعدين صغار يتاثروا بيك. راهو يا ميسه فما احصائيه ريتا فما دي زابوني يدخلوا من 10 ل 20 سنه. طفله عمرها 12 سنه تحل لك با اكزومبل ستوري شاده هي تعرفها. العيب مش في الانستغراموز، انا العيب في الولي. ما عندهاش ولي، ولي ضايع يسهر على روحه. هي في القانون، في القانون الطفوله 14 يلزم تتمدلو هذيا التكنولوجيا الزرقاء. دونك العيب مش في هذوك، هو الشيء من غادي ومن غادي. دونك من العيب للصغار ما يلزمهمش يتعطاو التكنولوجيا. والله انا ما غير غش، انا ماذا بيا كان توينسه بالذات يقصوا عليهم الانترنت جمله على الشيء اللي راهو فيه، سيرتو لي كوبل على انستغرام. شفنا في لي جون واللي يخدموا واللي يعملوا في لي كولابوراسيون، لي كوبل بالذات توا في تونس. نحب نسال اسكو لي كوبل كي يورونا حياتهم وينشروا صابونهم على انستغرام، احنا كشعب شنو استفدنا؟ كيما والاغرب من هذا اللي هما يظهرونا كان اللي هما فرحانين ومن اوتيل لوتيل وشيخين وكل، وبعد ما يرعنا كان اللي هما اشترهم ينفصلوا ويطلقوا. ميسا ما كيما ديغنيغمون الحكايه نتاع عمر جمال ورويت، معناها انستغرام كامل يحكي والناس تفضح في بعضها والناس تسب في بعضها. برشا دي كوبل دي انستغراموز ويوريو في الكوبل نتاعهم وشيخين وفي الوتله العباد تعقدت تصحاد. هذيك هي العيشه اللي هذي ولات كيرها عائلتها وكيرها رجلها واللي كيرها مرته يصحاد. هذيك هي العيشه، مي ماهوش في الحق في الحقيقه ماهوش هذيك. معناها انا نشوف برشا حتى على خاطر خدمتي نشوف برشا انسان نشوف برشا دي كوبل ماهيش هذيك الحياه. ناس كل فما العرك وفما الحلو وفما المر كما قالت مايا مره الاخرى، فما البيه والخايب. هما المشكله اللي يوريونا كان البارتي اللي هي محليها في حياتهم. دونك نصحادوا اللي هما هكيك عايشين، وبعد فجاه نسمعوا بهم طلقوا.